يا بنت ما تبقيش عبيطة أمال، ونخرب من أول قلم كده. أنت عايشة في وسط عقارب، يعني لازم تربي ضوافرك وتسنيها عشان تعرفي تخربيش وتاخدي حقك. الدرة مرة ولو دايبة في العسل، يعني ما يضحكوش عليكي بضحكة حلوة في وشك ولا كلمة متعصب الأوانطة. فتحي مخك وفنجلي عينيكي. مش معنى كلامهم مقنعها لا يرقى مصمص الشفايف، ما تجيبش نتيجة في الحاجات اللي زي دي. لازم توقفي وريهم انك واقفة وجامدة، واللي يسكعك قلم اديله 10 بس بلطافة من غير ما حد يمسك عليك حاجة. كل غربال جديد وله شدة، وانت الجديدة يعني وترك لسه مشدود في قلب جوزك. اوعي تسيبيهم يتعلقوا بيه ويقلشوك انت. وخذ بالك هو دلوقتي في رهن إشارة رضا منك. اللي عرفانا بقى والشطارة انك تخلي رهن الإشارة دي على طول. يعني شوية دلع على شوية مسكنة مع دمعتين عند اللزوم، على ضحكة حلوة في وقتها تقدري تاخدي تحت باطك ويبقى خاتم في صباعك. ما عندكوش مانجا؟ عندكم. سلامتك سلامتك، من أعمالكم صلت عليكم. انت بتشمت فيا؟ ماشي اشمت اشمت. انا تقول لي بركاتك يا ابو سميحه؟ ايوه. بص منظرك كان يفطس من الضحك، فكرتني بيه. الله في سماه لو اوريهم هما الثلاثه. يا ابني الراجل لهبل بس اللي يفتكر انه يقدر على مكر الحريم. ده ربنا سبحانه وتعالى قالها ان كيدهن عظيم. صدق الله العظيم. والعيال ولاد الكلب متسلطين عليا. طبعا مش بيدافع عن امهاتهم، ده زي ما يكون قتلت لهم قتيل. احسن علشان بقى تهدى وتتهدي شويه. قول لي لو تريح لحد امتى؟ والله تعبان جدا مش عارف، حاسس ان انا محتاج الراحه. وبعدين يا ابني الشغل اللي متعطل، الراجل بتاع لبنان اللي واصل ده، المول اللي عمالين تأجله افتتاحه كل شوية. والله ما أنا قادر أتحرك يا حاج، ظهري مش قادر أفرده. البيت كانت بتغرق في المية، شربت مية حمام السباحة. أنا جيت شفت المنظر بتموت، ورحت طاير نازل في المية، نزلت قاعد. ولا يهمك يا ابني، تعيش وتاخد غيرها. إيه؟ طيب أنا هقوم بقى أوصل لسايبك، شكلهم جايين ناويين على بيات، ألحق أروحهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دودو دودو دودو، هيكون اغمى عليكي تاني. يا روح دلالة انا في الحمام، اديني بس 5 دقايق وخارجة لك على طول. 10 يا روحي، براحتك خالص. يا نهار كوباية العصير بقى واللي بالي بالك. يلا اوعى تغلط يا نهار. ماشي سلام يا حبيبتي. برضه هتعملوا اللي هو عايزه؟ عندك حل تاني؟ اديها لها هو يا ستي. هو بعدين يعني ايه حبكت دلوقتي؟ احنا في عز الضغط، ما يستنى بالليل ولا خلاص مش قادر. هتستني يا نهار بدل ما الجنونه تطلع؟ ما تبعدي عني بدل ما طالع الجنان على اصول عليكي. استغفر الله العظيم يا رب. في ايه؟ انا مش عارفه هي بتعمل كده ليه؟ هتستفيد ايه من اللي بتعمله ده؟ وانا مش عارفه يا اختي انت ايه اللي مضايقك المره دي؟ لا هي اول مره ولا هتكون اخر مره. يا ستي حرام عليكي، ما احنا كده بنسهل له اللي هو عايزه، الراجل في الاخر بيعمل اللي هو عايزه. معلش يا اختي احنا اللي عودنا الحاج على كده. لا يا حبيبتي لا، خلينا محددين، انا عمره ما طلب مني حاجه زي كده ولا يقدر يطلبها لانه عارف اني مش هعملها له. بس الهانم كتمه الاسرار، القديسه عايشه في دور القديسه، هو بيطلب منها هي بس وهي بتنفذ عشان يبقى راضي عنها. تكذبيش على نفسك يا سميح، كلنا يا اختي بنسعى رضا الحاج وكلنا بنيجي على كرامتنا عشان خاطره، يعني انهار مش لوحدها. لا لا يا حبيبتي،
نهار بالذات عايزه تبقى اقرب واحده للحاج دايما، حتى لو عملت اي حاجه مش في مصلحه اي حد فينا. انا عارفه الكلام ده من ساعه ما دخلت البيت ده، بس لعلمك ورحمه امي ما هتسكت لها. انهار يا اختي ما بتعملش حاجه اكتر من اللي احنا بنعمله. وبعدين يا اختي لو الحاج طلب منك ان انتي اللي تديها الحبايه كنت هتجري على ملا وشك وتعمليها. جرايه يا ست انتي معايا ولا معاه؟ احنا الثلاثه في الهوا سوا يا سميحه. البرفان اللي انت جايب لي منه وفوق كده من الهدر اللي خدته امبارح. وده كلام تفوق انت والدواخين. انا دايخ. سلامتك يا عينيا، الف سلامة. سلامتك. انا دايخ اوي. يا لهوي، خدي بقي من العصير ده. لا، عايز اكل الاول. ده ساقع وكله فيتامينات قبل الاكل. أحبوش. خرابي. ثواني يا حبيبتي واجيب لك أحلى أكل قدامك على السرير، بس عشان خاطري خدي بقى من العصير ده. أحبوش. أحبيه بقى. أحبوش. أحبيه. أحبوش. عشان فواز. عشان فواز. أحبيه. 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 وده موديلي بقى عامل شغل جامد قوي قوي في المناطق الشعبية. مناطق شعبية ايه يا شحاته؟ اقول لك بيروت، بيروت تقول لي مناطق شعبية. ايوه ايوه بيروت. حاضر حاضر، فهمت طلبك. حاضر. طب دور عليا يا شحاته، هو المخزن ده ملوش مدير؟ كل يا حبيبي انت خضتني، بدور على موديل 42 او 43. يا عم شعبان ده ما بيشوفش، شوف له موديل 42 و43. يا دي شعبان اللي مفيش غيره في ام المخزن، روح يا شعبان تعال. صبح يا باشا. ادي يا عم 42 43 اهو يا باشا، شايف موديلات اخر تحفه. يا اخ شحاته. شحاته بتفهم علي؟ برجوك انا بدي ملابس بتليق على طبيعه ومناخ البلد عنا. ايوه ايوه حاضر حاضر فهمتك. حاضر حاضر. بص ده بقى موديل عامل شغل جامد قوي 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 مع بنات الجامعه والنوادي وارباب الكافيهات. هيدي الملابس ممكن بتصير عندنا مليح. اوكي شحاته، اعمل لنا حصر بكل انواع الموديلات اللي بالشكل ده، وهات لنا منها عينات واحنا نشتغل عليها. حاضر من عيني. همتك معانا يا اخ شحاته. شحاته شحاته شحاته. منيح اتفضلوا. السلام عليكم. سلام. شحاته. شحاته. نعم يا ستسوقي، في ايه؟ بقول لك يا شحتوي، ها؟ مين الناس اللي كانت بتتكلم انجليزي دي؟ دول ناس هتصدر لهم شغل ان شاء الله. وايه حكايه بيروت دي؟ هو الحاج هيفتح محل هناك ولا ايه؟ انت مالك يا تسوقي، خليك في شغلك، ده التاريخ مقاوي. الله مالك انت حلو كده ليه يا عم؟ هو بيطمن على الشغل برضه. اطمنوا، الشغل تمام التمام. هنسلوكوا بقى عشان الناس مستنياني بره. السلام يا عم شحاته. بقول لك يا ديسكو، انت بتفكر في ايه؟ عشان انا مش عارف افكر اساسا. ده صاحبك هيدفع كتير قوي في الخبر ده يا ابني. ليه؟ تصدق صح، بس خبر ايه اساسا؟ طب روح 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 يا شعبان، حط الحاجات دي. روح يا شعبان روح. طب اسمع لاني غبي يا ابن الذكيه. نهارك اسد ومنيل يا سي شاهين. بتقولي انا الكلام ده؟ وقدر لسانك يطوعك وتنطقها غصب عني يا نعمه. الشيطان كان بيلعب بدماغي. الشيطان بيلعب بدماغي لانفسهم ضعيفه وعقولهم صغيره، وانا بعد اللي انت قلته ده مستحيل اعيش معاك تاني. استني بس يا نعمه، رايحه فين؟ رايحه في 60 دقيقه. استني بس،
ما تفهميش الكلام اللي انا قلته غلط، انا كان غرضي غرضك كان باين من يومها، لكن انا اللي ما كنتش فاهمه. قالوا انا اللي كنت فاكراك هتشيلني من على الارض شيل وهطير بيا فوق في السما، جيت كسرت قلبي وموت فرحتي جوايا، بس ما كنتش فاهمالك. لكن دلوقتي خلاص فهمت وبانت نيتك. انا ماشيه يا سي شاهين وسايبالك البيت، اقعد انت بقى في حضن شطانك خليه يغويك ويلعب في دماغك عشان تعرف تقول ان مراتك. نعمة للدرجة دي مش طايقة ايدي عليكي؟ سيبني اروح لحالي يا سي شاهين. ليه بس سوء الظن اللي فيا ده؟ الكلام ده هتقوله لنفسك مش تقوله لي. انا قلتلك كده عشان خايف على اللي جاي، خايف لا يتكتب على ابننا انه يعيش من غير اب. انا كبرت يا نعمة وما عادش فاضل في العمر اللي يكفل تربيته. ما هو ده اللي انا كنت فاهماه في الاول، حتى كان مهون عليا معاملتك السودة ليا، لكن بعد ما طلبت مني ونزل اللي في بطني ملهاش تفسير تاني غير انك شاكك فيا وخايف لا يكون اللي في بطني ده مش ابني. بس كفايه كفايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انسي اي حاجه اتقالت، يلا لم هدومك ورجعيهم تاني الدولاب. يا سلام انسى؟ ايوه اللي يتقال ساعه شيطان لازم يتنسي. أنا هروح أتوضى وأنزل الجامعة أصلي، يمكن ربنا يسامحنا. اللهم سامحنا، اللهم سامحنا، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. يا ظهري، يا ظهري، اخسى عليكوا على شقاوتك يا حاج. اخسى عليكوا على شقاوتك يا حاج، ولسه، أنتِ لسه شفتي حاجة؟ يلا يا زينب. معقولة اللي انت ملبساهولي ده يا دلال؟ ايه يا حبيبي مال؟ ده حتى زي القمر عليك الموف اللي راح ياكل منك حته. صحيح؟ طبعا ومبين سنك كمان. حبيبي عيون حبيبك رجلي دودو لسه بتوجع. يا خبر ابيض، ما هي دودو بتدوس جامد قوي على رجليها. طيب حبيبي ينفع يشيلني لحد السفرة هناك؟ أشيلك؟ يا بيب تشيلني ولا أنت مش عايز تشيلني؟ هي دي أول مرة يعني ولا دي أول مرة؟ شيل يا حاج شيل، شيل يا حبيبي، ربنا يديك الصحة وتشيل. أشيلك طبعا يا روح قلبي، لا بلاش التسيح ده، ناخد عين. صح، بسم النبي حرسنا وسيرنا. طب ايه الحاجة هيشيلني ولا مش هيقدر يشيل؟ اقدر ان شاء الله، نقدر بعون الله. ها البركة. هوبا على السفرة. دي مش السفرة. شورت وفانيلا وشالها على ايده في وسط الصلاه قدام الناس كلها، اللي ما اتكسف وعينيه كانت كده ما حطش في عينه حصوه ملح. وانهار يا اختي عملت ايه؟ ما استحملتش المنظر، الطاجن وقع من ايديها دشدش 100 حته على الارض. اخص عليك يا حاج، بقى كده تخليها تحرق في دمنا بالشكل ده؟ يا جماعه يلا الحاج بيقول لكم تعالوا اتغدوا، انا مش هقعد مع الناس دي على ترابيزه واحده ابدا. والست انهار برضو بتقول لكم تعالوا كلوا عشان ما تقعدش معاها لوحديها، بتقول لكم يلا وما تبقوش واطيين. ما تحترمي نفسك يا وليه انت. انا مالي؟ مش هي اللي بتقول؟ اوف بقى، بقول لك ايه، روحي قولي لهم اني مت. روحي قولي لهم جايين يا زينب. يا اختي انا لو شفتها دلوقتي هقرقش مصارينها باسناني. معلش يا سميحه، دي عاده وما ينفعش نقطعها. لا يا شيخة، تتقطع رقبتها في التحرير، القادرة بنت البواب المعفن اللي عاملة نفسها بنت بارنديلو وعمالة تتمايز وتتدلع عشان تغيظني وديني لقطع لسانها من اللي غليقه. معلش يا اختي، تعالي على نفسك شوية وإن شاء الله هنحلها. حل وسطها البعيدة. يلا يا اختي، يلا يا حبيبتي، لحسن الحاج هيزعل مننا، ومين عارف هي عمالة بتقوله إيه ولا بتسخنوا علينا إزاي. بس أنا بقول لك أهو، لو ضايقتني مش هسكت لها، هقرقش رقبتها. بالراحة بالراحة يا اختي، تعالي تعالي. ماشي معلش عشان خاطري، عشان خاطري. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يلا يلا يا روحي خدي من ايدي. انا باكل يا حبيبتي باكل، كل انت بقى عشان خاطري. طب اخر واحده. احبوش يعني ما بتاكلش يا حاج؟ ده الاكل تحفه. تسلم ايديك والله يا نهار. حاجه كده صلي على النبي يا نهار. تسلم ايدك يا حبيبتي، تسلم ايدك. بالحنا والشفا يا حاج. ايه الرز اللي على بقك دي عليا؟ حد ياكل الرز ويلحوس نفسه كده؟ اخس. كلي بقى يا حبيبتي انت عشان تتغذي، كلي لحد ما تشبعي. يا سلام، انا شبعت من دلعك فيا وحنانك عليا وطيبة قلبك اللي مفيش زيها دي. يا لهوي. الملوخية يا زينة. الحاج بيموت في الملوخية بتاعتي وانا عاملاها لك بايديا الاتنين. لازم الملوخية دي انا هاكل منها نهار. مش لما يفضل منها يا حاج. هي ملوخيتها اصلها ايه؟ حكاية. اهلا حبيبي. حبيبتي حبيبتي يا مزة. مستنيينكم عشان ناكل مع بعض. يلا نسمي كده وناكل لقمة كده بإذن الله. الملوخية يا زينب. عادل يا ستي الملوخية. ادت معايا يا سميحة. يا حبيبتي هات. مين؟ حاج منعم. انا اسفه والله يا حاج، رحت عليا نومه، انا اسفه جدا والله. خلاص يا بنتي ما حصلش حاجه. كل ده اصلا هنا من الساعه 7 الصبح. وايه اللي معاك لغايه الساعه 6؟ انت مش بقالك 5؟ الاستاذ صفوت جوه ومعاه مرسي وشحاته والاستاذ زكي، بقى لهم يجي 3 ساعات. انا عارف، وانا جاي مخصوص عشانه. بقول يا حاج، هي حكايه المدرسه دي هتيجي على دماغي ولا ايه؟ انا هنا من الساعه 8. قاعده ليه؟ ما تروحي انت. الحاج موصيني قبل ما امشي لازم اقفل مكتبه. طب خلاص انا هخش الملك الليله دي عشان تروحي انت. ربنا يخليك يا حاج، ربنا يخليك لينا يا رب، ربنا يخليك. يلا كملي انت نومك لغايه ما اخش اوزعها. ماشي. ايه ده؟ انت ما صدقتي هتعملي بجد؟ بس صحصحي يا بنتي. كده الامور كلها بقت جاهزه، مش فاضل غير امضة فواز ونستلم المدرسه بشكل رسمي. ان شاء الله. الله ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام ورحمه الله وبركاته. خليكم قاعدين يا اولاد. اتفضل هنا يا حاج. اتفضل يا حاج. اقعد. الله يكرمك يا حاج. ايه ايه حكايتكم يا اولاد؟ حابسين نفسكم هنا من بدري ليه؟ انتوا ناويين تفتحوها بكره؟ الاستاذ صفوت يا حاج جاي سخنان علينا ومتحمس عشان موضوع المدرسه لدرجه هيخلينا نغير نشاطنا ونلبس مرياله. والله يا جماعه انا مش قصدي ابدا نعطلكم معايا. لا لا لا، ده شحاته بيهزر معاك، ما يقصدش يا استاذ. لا بجد يا حاج، بسم الله ما شاء الله صفوت متحمس جدا، اصله حابب الموضوع قوي. انا نفسي يا حاج نتفادى كل اخطاء المدارس الثانيه ونوصل بالمدرسه بتاعتنا دي ان شاء الله لاعلى مستوى. ما شاء الله عليك، او ده حماس تشكر عليه. فواز ابني كمان متحمس قوي لدرجة انه مصمم بيبقى في لجنة اختيار المدرسين. وكمان عملنا اعلانات وجالنا طلبات كتير قوي. وانا جهزت ملف بكل السيفيهات اللي اتبعتت عشان نختار منها المناسب قبل المقابلة. اصل العدد كبير قوي وكان لازم يتغربل يا حاج، عشان كده اشتغلنا بنظام السيفيهات. المهم يا اولاد لازم يحسوا بفرق عن غيرنا، وده لا يمكن يحصل الا بمرتبات محترمة تناسب قيمة شغلهم. الله الله عليك يا حاج، هو ده الكلام. وبالشكل ده نتفادى مشكلة الدروس الخصوصية، والمدرسين يدخلوا على الطلبة يشرحوا لهم بقلب، ما يبخلوش عليهم بأي معلومة. صدقوني يا جماعة، أنا سافرت بره وشفت المدارس هناك واشتغلت فيها وعرفت كويس قوي إيه الفرق اللي بيننا وبينهم، وليه هم أفضل مننا، وليه المدرسين اللي عندنا الكفاءات بيهاجروا ويشتغلوا بره بمنتهى الإخلاص والأمانة. والسبب حاجة واحدة بس. طبعاً الفلوس. الفلوس طبعاً، بس في فكرة أساسية في الفرق اللي بيننا وبينهم، إن المدرس عندنا اتحول لموظف، وموظف غلبان يا عيني، مرتبه ما بيكفيهوش لآخر الشهر، وبيبدأ بقى يدور على دخل تاني ومصدر إضافي لدخله، وهنا بتظهر المشكلة. ما شاء الله عليك يا أستاذ صفوت، ما شاء الله عليك يا راجل،
واضح ان حماسك فعلا زايد قوي لدرجه تخليني يعني ما الحقش صلاه العشاء في الجامع. انا اسف اني عطلتكم مره تانية، بس والله يا جماعه الموضوع يستاهل بجد. فواز ليه في رقبتي جميل، نفسي ربنا يقدرني وارده له في المدرسه دي. وعرفت شو اسمه؟ محدش قال اسمه قدامنا. يعني انتوا متاكدين انه لبناني؟ طبعا متاكدين، بيتكلم لبناني زيك بالظبط. طب كويس كتير، هيدي العمليه اللي انا عم بستناها، بدنا نعرف نوع البضاعه والكميه وحتتصدر لمين وامتى حتوصل. هيدي العمليه اللي انا طول عمري عم بستناها. حيلك حيلك، انت مالك دايس فينا كده كاننا شغالين عندك؟ مش الاول نفهم ايه العباره؟ لا، قبل ما نفهم ناخد حق المعلومه الاول وبعد كده نتكلم في اللي بعده علشان نبقى في الترسينة. الحساب بيننا بيجمع مثل ما بتقولوا، والشغل هيدا كلنا حنكسب منه مثل ما قلت لك يا تسوقي. مؤاخذه يا باشا، احنا دورناها في مخنا لقيناها خسرانه ومش تسرق في ميه، احنا ناخد حقنا اول باول ولا يا شعبان؟ ده هو كده يا باشا، عشان الشغل بيننا يبقى على ميه بيضه. قول لي شو طلباتكم يا ادمي؟ صحيح العباره كده، احنا في الجيرينيه ومقشفرين على الاخر ويلزمنا فلوس، وعلى قد ما تدفع المره دي على قد ما يكون التظبيط المره الجايه علشان تبقى راضي عننا. فهمت فهمت. بكره حيكون في عندكم مبلغ محترم جدا والحساب بيناتنا بيجمع. ماشي يا باشا، يمشي الكلام كده، تشاولنا على السكه نجري فيها جري. ما في غير شحاده، شحاده هو اللي كان معهم وشحاده اللي عنده كل التفاصيل. احنا سالناه ما رضيش يقول لنا. يا حبيب قلبي ما بينفع هيك سؤال عالطاير. انت عايز تقول ايه يا باشا؟ شحاده ضعيف كتير قدام الستات. نعم يا اخويا، يعني ايه؟ يعني لو اتظبط بقعدة حلوة حيخر ويكر كل اللي بيعرفه، واحنا ما بدنا غير اللي بيعرفه. طب وهنعملها ازاي دي؟ سيبوا التفاصيل علي والتنفيذ عليكم. وعندك قهوة مظبوط بواحد شيخ. كشفتني قصاد نفسي، قالت لي اللي ما قدرتش اقوله لروحي، خلتني احس بالذنب. ومن ساعتها وانا عمال استغفر واقول يا رب سامحني يا رب سامحني. ربنا كبير يا شهيد، والظن بالشيطان ومفيش اضعف من النفس، وكلنا بنغلط، محدش فينا معصوم من الغلط. ازاي انا قدرت اقول لها كده؟ ازاي قدرت اقول لها نزليه اصلا؟ بدل ما انت عمال تضرب اخماس في اسداس وتسال نفسك اسئله بتضايقك، قوم روح لها، خد في ايدك حاجه حلوه وروح اتفرج على قلبها وافرح بابنك. قوم يا شاهين، قوم روح لها. يا راجل خلاص، ما بقاش يكفي في العمر شويه زعل، ده احنا ما بنصدق نفرح بأي حاجة. اوعى تغلط الغلطة دي يا منعم، اوعى ترمي نفسك في نار جوازة زي دي. مهما دقت منها حلاوة لسعة نارها هتخليك تتقلب على الجنبين. سعاد يا سعاد، سعاد يا راحت فين الولية دي؟ ايه ده؟ أنا بايتة عند ماما عشان خالتي عندها، العشا في التلاجة ما تسخنوش عشان ما فيش أنبوبة. سهاد يا فرج الله، الحمد لله، أحمدك وأشكرك يا رب، أخيرا هنام لوحدي. ايه ده؟ ايه ده؟ يا لهوي لكون رجعت في كلامها. ألو مين؟ دي سوقي؟ فيها تسوقي؟ المخازن فيها حاجة؟ امال في ايه؟ اخرج اتفسح؟ لا 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 لا، انا ماليش دماغ للحاجات دي يا عم. انا ما صدقت ان مراتي بايت عند امها النهارده ولاقي مكان انام فيه. يا عم اخلع من نافوخي بقى، ما تبقاش رخم قوي. سلام. وحبرت على السير اللي وحدي، انام على السير اللي وحدي، حبرت على السير اللي وحدي، انام على السير. Thank you.
حياتك من الخضة يا روح قلبي. انا بقى عايزه افهم حاجه، انت ايه اللي طلعك من الاوضه وانت عرقان كده؟ ما استحملتش، وحشتيني. انت كمان وحشتني، بس انا قلت اجي اقطع لك طبق الفاكهه ده علشان تتغذى. اتغذى؟ انا بتغذى بحلاوتك اطعم بكتير. لا يا لسانك الحلو اللي موديني في داهيه ده. بقولك ايه، وانا بخف اطلع شويه ليه يكون حد معدي من نسوانك كده ولا كده ينشن عين، واحنا مش ناقصين دول نسوانك دول تتدب في عليهم رصاصه. لا 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 لا، دول بيناموا من المغرب كده صح؟ انا عودك. يلا حبيبي يلا بينا. فين؟ مش هقطع طبق الفاكهه الاول؟ سيبك من الفاكهه. الله، عشان تتغذى. الغذاء مش محتاجين بعون الله. طب ما توريني القهوه وتمسكي. لا يلا ادي امسك. لا مش هتعرف، انت فاكرني هبله ونبي ما هتعرف. طب وريني. طب انا اهو انا اهو. انت عايزها بجد؟ طب هعمل دوشه، هعمل دوشه. الحقوني يا ناس. اهو بقى حاجه قلت لك يا جماعه، بس قلت لك بالليل اتفعلي معايا حاجه. مش عليك حاجه، على منك اهو خلاص. ستة نهار يا ستة نهار. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. ايه وليا في ايه؟ خضتينا يا ستي. الحاج الحاج الحاج، عيني على الحاج. ماله الحاج يا اختي؟ ما هو زي الفل اهو. ده اللي جرى واللي حصل لا يتقرى ولا يتشاف. بقى الحاج فواز، استغفر الله العظيم، يطلع منه التصرفات دي؟ سامعين يا اما سامعين؟ لا السمع غير الشوف يا ستي. بقى الحاج فواز يتصرف تصرفات لا تليق بسنه ولا في مركزه ولا في مقامه. لا الراجل هيضيع منكم، انتوا لازم تتصرفوا. انا بقول لكم اهو يا اختي. انت قلتي حاجه لسه؟ ما تقولي فيها ايه عشان نعرف نتصرف. قولي لنا يا اختي شفتي ايه؟ الهانم الجديده حطير برج من عقل الحاج. شفته هو بيسحب زي العيال وداخل من اوضته للمطبخ، وشافها بقى وهات يا زغزغه ويا ضحك راح يا ستي لفعها على ايده وشايلها كده اهو، ولافف فيها المطبخ كله. وصوت ضحكتها بسم الله ما شاء الله رن في الفيلا كلها. ما شاء الله تبارك الله، ده انت اللي هتترني علقه وهنط في كرشك لو ما اتلمتيش. خص عليك يا حاج، خص عليك. تاني تاني. ايه تاني دي يا اختي؟ هو انت كنت اتلفحتي اولاني عشان تتلفحي تاني؟ انت كان لفحك قبل كده؟ لا يا اختي والله ما اتلفحت. قولي لي بقى المره دي هنسكت يا انهار. البت دي مش سهله، دي تربيه حواري ياما، دي فاهمه هي بتعمل كويس ايه. لا وحلوه ونخشة وصغيرة كده وموزوزة والرجالة بتتقلب عيال. لا بتريل يا اختي عن نوع ده، بيريلوا عن نوع ده. ولو اي واحدة فينا فكرت تقف قصادها هتنسفها كده، هتدمرنا. امال انت عايزانا نعمل ايه؟ نقف نسقف لهم ولا نقعد نزغرط ونصفر ونحيي ونشجع؟ ولا نشد في شعرنا ونصوت؟ يا بنت اسكتي شوية خليني اعرف افكر. الله مالك يا بنتي، بتقولي كلام غريب قوي يا انهار. ما تقطعي حبل افكار. خلاص يا اختي، خلاص خلاص يا اختي، خلاص استهدوا بالله كده وصلوا على النبي وخلونا في حالنا، وان شاء الله ان شاء الله هيزهق منها زي غيرها ونخلص. يا شيخة ونخلص. ربنا يكملك بعقلك يا ست هدى. يا اختي وفين الخلاص اللي انت بتقولي عليه ده؟ لما هو هيزهق ويجيب لنا واحده غيرها يبقى يرجع ابوكي لاخوكي، واحنا نقعد نهري وننقد في روحنا لحد ما واحده فينا هتتشعل ان شاء الله. وانا هتطلق والعمل. هي فكره بقى لها فتره عماله تور في دماغي، وانا اوانها دلوقتي. وحاجه من الاتنين، يا هنرتاح كلنا ونحط رجل على رجل بكرامتنا، يا اما هنتطلق ونترمي في الشارع رمية الكلمه بس بكرامتنا برضو. فكرة ايه دي يا نورة؟ سفلة سفلة. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يا اختي هو واخد واحدة في شقة مفروشة، دي مراته. لا 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 لا. يلا ماتت ولا لسه؟ خلينا نخلص من واحدة. طيب طيب طيب، يعني بتخبط. طيب طيب. ومين ده بقى اللي جاي يبوظ عليا الليله بقى؟ مساء الفل على عيوني العسل. دي سوق ايه؟
صباح الجمال والشقاوة. وشعبان هو في ايه؟ انت مش قلت ان المدام مش موجودة يا عسل؟ ايوه بس ليه؟ يبقى تخش يا زبان. ازيك يا اسمك ايه؟ عندك كوباية بقى كبيرة؟ يا شحاتة يعني مات. الله يخرب بيتك يا سليم يا أشقر. يا علي يا علي، ايه النور ده؟ انت نايمة من امتى حياة؟ مش فاكرة. ده ايه اللي أخرك كده؟ ابدا الكلام خدنا. وانت ايه اللي منامك بدري بس دلوقتي؟ تعبانة يا علي، تعبانة، جسمي مكسر. تعبانة؟ تعبانة من ايه؟ وانت بتعملي حاجة؟ بذمتك يعني ده سؤال؟ طب بقولك ايه يا حياة؟ ما تقومي تصحصحي كده وتقعدي معايا تتفرجي على التلفزيون. النبي انت رايق قوي يا علي، جسمي مكسر عاوز انام. روح اتفرج انت لو عاوز. لا مش عاوز، مش عاوز حاجة خالص. اطفي النور ده بقى. يو يا علي. شايفه شادي ومقدم. هذا المطلوب. اثبت بقى على كده. على شعبان الواد شحاته استوى على الاخر. يلا خد زبادي وخش الاوضه جوه. جوه جوه ايه؟ الله يخرب لك تذكرتي ولا ايه؟ خد زبادي وخش جوه عشان خاطر المهمه. المهمه. مهمة ايه؟ الله يخرب بيتك ويخرب بيت ايامك. زبادي خد الواد شعبان وخش جوه عشان خاطر المهمة. تعالى يا وادي يا شعبان. تسعد ابوك. معاه معاه. ايه يا شيخ؟ تزوقي تزوقي. هم رايحين فين؟ هم رايحين اما اقول لك كل حاجة بس بيجي عليك الدور. يا ريت تقول لي عشان انا ما اعرفش. انا طالب منك طلبين. امرني. والطلبين من غير سلطات. حلوة مضروب حلوة. الطلب الاول ايه؟ تقول لي هم رايحين فين؟ سهلة. والطلب الثاني ايوه تقول لي هم يعملوا ايه عشان انا ما اعرفش. ايه اللي بتقوله؟ انت مش متجوز ولا ايه يا شحات؟ انا متجوز بس على خفيف يعني. حلو حلو قوي مضروب والله. توعيات ابوك يا رب ابوك يحبك. تقول لي هم يعملوا ايه؟ يا عم سيب الجلابيه واقول لك كل حاجه بس واحده واحده كده معايا. علشان ايه؟ علشان المهمه. وانا تحت امر المهمة. بيا بيا. زي ما اتفقنا انت هتجيبي سيرة لبنان اللي انت نفسك تسافريها، والمهم ما يخرجش من هنا الا لما يقول اسم الراجل اللي فواز هيشتغل معاه وفواز هيسافر معاه امتى. وسيبي الباقي علينا احنا بقى. دي حاجة سهلة قوي قوي. تمام. هتيجي نسخن شوية لحد ما هو يستوي. اهدي اهدي. نسخن ايه؟ انت غبية هتبوظي المهمة. يوه يا اخويا مسي رأفت الهجان كان في مهمة كان بيعمل كل حاجة. وبعدين انا سخنت قوي قوي من الرقص. خايفة الأفرق. صدقي انت زبالة. جيبها كده وتخش عليها كده. فهمت يا تسوقي؟ يعني قصدك اجيبها كده واخش كده؟ يا لهوي يا ليتك السوبر يا سعاده، وكمان جايب راجل في البيت. يا عم اوعى كده. مين ولا الخرفانه دي؟ ما تفهمنيش غلط يا سعاد، البنت جوه في اوضه النوم. المدام